احنا كنا بنتكلم عن موضوع الاختبار ومسائل الاختبار زي ما قلت، يعني من تصحيح الأوراق الإجابة في مشكلة عند ناس كتير، وبالتالي ده مؤثر على الدرجات بشكل رهيب. يعني بالرغم إن المفروض الاختبار ستريت فورورد، يعني تطبيق مباشر على كل اللي أنت درسته، مفيش أي فكرة جديدة، مفيش حاجة، يعني بلاطات كلها سيمبل، يعني مربعات ومستطيلات، ويعني مفيش فيها كلام كتير. ولكن واضح إن في يعني كذا نقطة. بداية من الحاجات اللي واضحة جدا عندكم إن أنتوا ما بتقروش السؤال، في نسبة كبيرة جدا منكم بيبدأ يحل بدون ما يقرأ المعطيات اللي عنده، ودي غلط كبير. لازم تعرف الداتا اللي عندك وبناء عليها تشتغل. فأنا عندي السؤال الأولاني، هنتكلم عشان ما نضيعش وقت، هنتكلم عن السؤال الأولاني. السؤال الأولاني عبارة عن تو سلابس بالمنظر ده، رصد على فور بيمز، كل سلاب منهم، ومطلوب مني compute the ultimate positive and negative moments needed for designing slab 1. تمام. بعد كده design ال critical sections in flexure و check slab thickness for beam shear. حلو. ومدينك ال dimensions، مديني ال FC dash، ومديني ال F yield، مديني ال dead load، وقايل لك ان هو including ال own weight of slab، فمش محتاج انك تحسب ال own weight. مديني ال life load، ومديني طبعا ال concrete density، يعني من باب التأكيد. وللتقريب علشان ما تخشش في قصور وانتربوليشن ما بين الفاليوز، فقال لك خد ال ال ايه على ال بي بوينت 8، يعني اشتغل على الاربعة والخمسة، اربعة على خمسة ايكوال بوينت 8، ف اشتغل ان هي بوينت 8، هي المفروض ال كلير، يعني هتشيل من هنا 30 سم، يعني 3.7 و4.7 تطلع رقم قريب من بوينت 8، فقال لك اعتبرها بوينت 8 تسهيلا للحل. طيب، اول حاجه عندي اد السلاب، يبقى انا عايز دي سلاب في الاتجاه القصير اللي هي الاربعة متر كونتينوس، يبقى عندي في كونتينيوتي بالمنظر ده، يبقى اد الاتجاه الاولاني. يبقى انا محتاج من هنا، يبقى انا محتاج احسب البوزيتيف بيندنج مومنت، ومحتاج احسب النيجاتيف بيندنج مومنت. ده الكريتيكال سيكشنز اللي عندي، وعندي القيم اللي هنا طبعا اللي في الحرف في الاول وفي الاخر، دي اللي هي بناخدها تلت البوزيتيف وخلاص. وكمان عندي الاتجاه الثاني اللي هو انا عندي تو واي سلاب، فانا عندي مومنت في اتجاه اكس ومومنت في اتجاه الواي، فبالتالي عندي تو واي سلاب، وبالتالي عندي مومنت في اتجاه الاكس وعندي مومنت في اتجاه الواي. يبقى دي ادي اللي احنا عايزين نحسبه. انا عايز احسب المومنت اللي هنا، وعايز احسب المومنت في البوزيتيف والنيجاتيف في الاتجاه التاني. طيب، احنا هنشتغل بالكوفيشنت ميثود، يبقى لازم احدد الحاله بتاعتي من التيبلز اللي موجوده عندي، هجيب اني كوفيشنتس عندي. طيب، لما ابص على الكيسز اللي عندي كده، فانا عندي قلنا لما يكون عندي حاله زي اللي هنا دي، يبقى انا عندي كل الايدجز سامبل، يعني مفيش اي كونتينيوتي، سوري مفيش اي كونتينيوتي، تمام، ديسكونتينوس في الفوق في الفور سايدز. طيب، انا عندي كونتينيوتي في سايد واحد، يعني الاس 1 دي لو ماخد السايد ده والسايد ده والسايد ده، الثري سايدز دول ما فيهمش كونتينيوتي، بينما سايد واحد بس هو السايد ده هو اللي فيه كونتينيوتي في هذا الاتجاه. طيب، يبقى انا بدور على كيس يكون فيها الثري سايدز ما فيهمش كونتينيوتي، وان سايد فيه كونتينيوتي فقط. كيس نمبر 2، الفور سايدز فيها كونتينيوتي، قلنا الخط الازرق المنقط ده معناه ان في كونتينيوتي
عند الخط ده او في الاتجاه دوت. كيس 3 يبقى فيه كونتينيوتي الناحيه دي وكونتينيوتي الناحيه دي، عندي تو سايدز فيها كونتينيوتي. كيس 4 تو سايدز بسايد يعني تو سايدز بسايد زم يعني عند كورنر مش اوبوزيت لبعض زي كيس نمبر 3. كيس 5 نفس الكلام. طيب يبقى عندي كيس 6 وكيس 7، دي الحالتين اللي فيهم كونتينيوتي عند ايدج واحده فقط، يا اما الايدج دي او الايدج دي. 8 و9 مش تبعنا برضو، فيهم 3 سايدز فيهم كونتينيوتي، انا عندي 1 سايد فيه كونتينيوتي، يبقى اللي يتطبق عندي يا 6 يا 7. طب اختار مين فيهم؟ اشوف الكونتينيوتي في اي اتجاه، في الاتجاه القصير ولا الاتجاه الطويل. نمبر 6 ادي الاتجاه القصير، ونمبر 7 ادي الاتجاه الطويل. يعني معنى كده ان نمبر 6 كونتينيوتي في الاتجاه القصير، ونمبر 7 بتتكلم عن كونتينيوتي في الاتجاه الطويل. طيب انا عندي الكونتينيوتي في اي اتجاه، في اتجاه ال 4 متر ولا ال 5 متر؟ الاتجاه في ال 4 متر، يبقى انا الكيس عندي كيس نمبر 6. واضح انا بختار الكيس على اي اساس؟ يعني بناء على الكيس اللي عندي لازم احدد انا في انهي كيس، بناء على الرسمه اللي عندي واشوف البلاطه اللي انا عايز اعمل لها ديزاين واوجد لها البندنج مومنتس، اختار على اساسها الكيس نمبر، اذا كان كيس 1 او 2 او 3 او كذا. يبقى خلاص، يبقى الفور تيبلز بعد كده انا بتعامل مع كيس نمبر 6، يبقى دي الكيس بتاعت اللي انا هتعامل معاه. حلو، يبقى معنى كده عندي 0.8 تيبل نمبر 1، عشان اجيب النيجاتيف بيندنج مومنت يبقى هخش على كيس نمبر 6، والال ايه على ال بي اللي هي الريشيو ام عباره عن 0.8، يبقى عندي الفاكتور 0.086. بالنسبة لي البوزيتيف بيندنج مومنت نتيجة الديد لود يبقى هشتغل بيه ال 0.045 وال 0.015. الرقم اللي فوق مرتبط بالA بالCA، الCA هو الشورت دايركشن والCB هو اللونج دايركشن، واحنا قلنا متوقعين ان نسبة المومنت او نسبة الحمل اللي بيمشي في اتجاه الشورت اكبر من اتجاه اللونج، وبالتالي دايما الاقي الفاكتور بتاع ال A اكبر من الفاكتور بتاع ال B. اللونج الشورت دايركشن دايما بيبقى الفاكتور بتاعه اكبر من اللونج دايركشن. بالنسبه للنيجاتيف من اللايف لوب بوزيتيف يبقى عندي هاخد التو فاكتورز دول. بالنسبه للشير لما هاجي احسب الشير في اتجاه الشورت هشتغل ب 0.86 واتجاه اللونج هشتغل ب 0.14. يبقى هي دي الحالة بتاعت إن أنا هتعامل معاها. تمام؟ طيب نبدأ بقى نطبق الكلام ده. يبقى أنا عندي الديد لود هو جيفن، يبقى أنا عندي أول حاجة الديد لود أنا عايز أوجد النيجاتيف بيندنج مومنت. النيجاتيف أنا جبت الفاكتور بتاعي بكام؟ 0.86 0.086، يبقى أدي الفاكتور 0.86 0.086 في اللود في ال L سكوير. المفروض اخد ال L كلير، ولكن استسهالا انا اشتغلت على ال L سنتر تو سنتر، مش هتفرق كتير. فعندي يبقى عندي النيجاتيف نتيجة الديد لود عبارة عن ال 0.086 ال coefficient في ال length او ال span في ال load سوري في ال span تربيع. ادي قيمة المومنت. ال life load هنا مفيش اختلاف في النيجاتيف، بوزيتيف او نيجاتيف سوري ديد او لايف هو نفس الايه الفاكتور، ما عنديش كيس فلودنج هنا، وبالتالي نفس الكيس بتاعت الديد واللايف هي فعندي فاكتور واحد، فبالتالي نفس الكلام بالنسبه لللايف هشتغل ب 0.086 في قيمه اللايف لود الجيفن 3 في السبان تربيع يديني اتي قيمه المومنت. يبقى الالتيميت نيجاتيف 1.2 ديد 1.6 اللايف، طلع ادي قيمه البندنج مومنت النيجاتيف عند السكشن الاول.
اللي هو اللي احنا على الرسمة دي اللي هو السكشن. طيب فاضل السكشن التاني اللي هو بتاع البوزيتيف. لما اجي اشتغل على البوزيتيف، انا عندي هنا، انا شغلت البوزيتيف عندي اتجاهين، اتجاه الشورت دايركشن واللونج دايركشن. الشورت دايركشن اللي هو ده اللي احنا بنتكلم عن ده، اللي هو اتجاه الاربعة متر. طيب هنا بقى في فرق في البوزيتيف. كان عندي جدولين، واحد فيهم للديد واحد فيهم لللايف. فلما اجي احسب البوزيتيف بيندنج مومنت للديد هشتغل على البوينت 045، لما اشتغل على اللايف هشتغل بالبوينت 051. يبقى عندي بالديد لود 0.045 وفي اللايف لود 0.051 واللود في الاسبان تربيع، وبعد كده اجمعهم كالتيميت 1.2 ديد 1.6 اللايف، جبت المومنت. وده قيمة المومنت عند السكشن ده او السكشن ده. يبقى انا كده خلصت السلاب. عايز احسب القيمة اللي هنا، زي ما هاخدها زي ما قلنا اتفقنا ان هاخد القيمة دي على 3، يبقى اخد القيمة دي 3.9.1، يعني تقريبا اولموست 3 هنا و3 هنا. اللونج دايركشن، اللونج دايركشن عندي نفس الكلام. يبقى هاخد مين؟ هاخد القيم بالنسبة للبوزيتيف في الكيس نمبر 6، هاخد اللونج دايركشن يبقى الاتجاه التاني. يبقى لو بتكلم عن الديد لود هاخد 0.015، لما بتشتغل على الواي اللايف لود هاخد 0.019. يبقى عندي هنا ادي ال 0.015 وال 0.019 في اللود في الاسبان تربيع، في اللود في الاسبان تربيع 1.2 ديد 1.6 اللايف. خلصنا. يبقى قيمة المومنت في هذا الاتجاه، الاتجاه اللونج، اتجاه الخمسة متر، أحسبها عن طريق هذه الفاكتورز. طيب إيه الصعوبة في كده؟ معنى إن أنت بتغلط في دخول الجداول، إن أنت ما دخلتش الجدول ولا عمرك ولا مرة، ولا حليت ولا مسألة. لو أنت مش فاهم الكيسز وإزاي بتطلع الكيس بتاعتك، فدي كارثة. يبقى انت بتهرج. الموضوع بسيط جدا، حبة جداول بيطلع منهم ارقام. خلاص يبقى عندك بقى المطلوب التاني ديزاين اوف سكشن. عندك بيندنج مومنت وقطاع والسيجنس بتاع البلاطة 15 سنتي، تمام، وعندك الاف سي داش والاف ييلد، وبقى تاخد شريحة في الاتجاه الاكس وشريحة في اتجاه الواي، تصمم البوزيتيف والنيجاتيف. خلاص انا ما حطيتهاش هنا الموضوع، يعني ديزاين اوف ريكتانجلر سيكشن. شريحة عرضها متر، تحسب الدي ماينس الكفر والاتش ماينس الكفر او السيكنس ماينس الكفر ماينس الديامتر او هاف اوف ديامتر او بار ديامتر، واجيب الايه، اعمل ديزاين اوف سيكشن. فالموضوع مش محتاج ان انا اذكره يعني. بالتالي المفروض ديزاين اوف سيكشن ده موضوع بسيط. المطلوب التالت بيقول لك اعمل تشيك على الشير. طيب فين الجدول بتاع الشير يا شباب؟ ادي الجدول بتاع الشير، ادي الكيس بتاعتي. اكيد هختار الكيس او الاتجاه اللي يطلع لي اكبر قيمة شير. فانا عندي القيمة في الاتجاه القصير زي ما اتفقنا طالع عندي 0.86، يعني قيمة الحمل اللي ماشي في الاتجاه ده اللي هو اتجاه 4 متر، 4 متر 0.86 من ال W ultimate اللي عندي. ال W ultimate عبارة عن 1.2 ال dead اللي هي ال 6 اللي هي جايبهم في المسألة، 1.6 ال life، يديني 12 كيلو نيوتن بير متر. equal span و equal load، يبقى الماكسيمم شير عندي من السمبليفايد ميثود 1.15 في ال W في L على 2. يبقى ادي ال W هنا هضربها في كام؟ في 0.86 اللي هو اللي انا جبتها من التيبل، طلعت ب 23.7. ال VC مقاومة الخرسانة 0.17 جذر اف سي داش في ال B في ال D. ال B اللي هي شريحة 1 متر عرضها 100 سنتي او 1000 مليمتر، وال D
اللي هي 15 سم ناقص الكفر 2 سم ناقص، لو اعتبرت ان انا استعمل فاي 10 يبقى عندي ناقص 5 مللي، يديني 125. يبقى انا جبت قيمة الشير او الفي سي مقاومة الخرسانة. هعمل الريدكشن فاكتور عندي 0.75 على الاتنين، يبقى عندي half of 5 ال VC يديني 36.5، أكبر من ال V ultimate اللي هي الحالة بتاعتي اللي هنا، يبقى sickness تمام ومعنديش أي مشكلة. يبقى الشير اللي موجود على البلاطة أقل من نص مقاومة الخرسانة، فبالتالي أنا مش محتاج أي reinforcement أو معنديش مشكلة في الشير، يبقى هذا السيكنس مناسب لهذه البلاطة. الموضوع سيستماتيك زيه زي الاكزامبل اللي عندك. يعني تقريبا اقول ايه، بس يمكن اتنين ولا حاجة اللي يمكن عمل الحل بهذا الشكل، ومش كامل كمان، بوضع غريب بصراحة، انا مش فاهم ايه المشكلة. وفي ناس عاشت حياتها ان هو بيحدد السيكنس بتاع البلاطه وهو جيفن، وعمال يحسب في انيرشال البيمز ويحسب في الفا اف والفا اف افريج عايش حياته 4 5 صفحات عشان يحسب السيكنس بتاع البلاطه اللي هو اوريدي جيفن 15 سم. ده سطلان ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارف. طيب ادي السؤال الاولاني. السؤال التاني، مطلوب مني مديني بلان سمبل تو سلابس وكانتليفر، ومطلوب ان ادروز ديستريبيوشن اوف لودز فروم سلابس تو بيمز، يعني عايز احسب اللود، اعمل ارسم اللود، اللود ديستريبيوشن، وبعد كده كالكوليت ذا لود for flexure and shear acting on the two span beam 1 two span beam 1 two span beam 1. يعني انا بتكلم عن البيم اللي هنا دي، في سبورت هنا وفي سبورت هنا وفي سبورت هنا، فعندي two span، عايز احسب اللود اللي موجود على هذا الكلام، لود فور فليكشر ولود فور شير. اللود ما قلتلكش احسب المومنت ولا احسب الشير، انا احسب اللود اللي احسب منه المومنت واللود اللي احسب منه الشير، اللي هو الايكويفالنت لود بمعنى اصح. طيب السلاب سيكنس هو مدولي 15 سم برضه، والكونكريت دنستي، ومديني اللايف لود 2.5، الديد لود بيقول لي 4 not including ال on weight، يبقى هزود على 4 دي ال on weight بتاع البلاطة. ال clear height اللي هحدد منه لو أنا عندي حيطان 2 متر 8 من 10 2.8 متر، تمام، ال on weight of brick wall sorry including ال plaster including ال plaster. حد قرأ الجملة دي في الامتحان؟ انا مديك رقم جاهز كله مزود بلاستر ليه؟ مش فاهم انا. تحس الناس ماشيه زي القطر، يفتح المثال وهوب هوب هوب كوبي كوبي كوبي، ولا هو فاهم حاجه ولا هو فاهمه بيكتب ايه، حاجه تكسب بصراحه. اقروا يا شباب، مطلوب منكم ايه؟ اقروا المسؤول، اقروا الداتا اللي عندكم اللي هتبنى من بيها ديزاين، وبعد كده ابدا حل، ولازم تفهم ايه ده بيستعمل امتى وده بيستعمل امتى وده بتاع ايه وده بتاع ايه. ولكن اللي حصل في الامتحان ده مسخره بصراحه، مسخره، اسوأ نتيجه شفتها في حياتي على مر السنين اللي فاتت كلها في مدد. ايه ده؟ ده الامتحان ده اساسا بيتعمل حضوري كلوست بوك،
كلوزد بوك، بيبقى عندك الورقه بتاعت المعادلات فقط لا غير، وما بتخشش باي حاجه معاك، وبتشتغل تحل هذا السؤال. فانت قاعد في البيت وبتحل اوبن بوك ونفس الامتحان الحضوري، يبقى النتيجه بالمنظر ده. مش فاهم اقول لكم ايه بصراحه، انا مش عارف اقول لكم ايه. طيب ايه بقى، ايه الصعوبة في ده؟ بلاطة واحدة فيهم 7.5 في 3، فبالتالي نسبة اللود، نسبة اللونج دايركشن للشورت دايركشن أكبر من 2، فوان واي سلاب، أدي وان واي سلاب. التانية 5 متر و7 متر ونص، 7 متر ونص على 5 يبقى 1 وشوية، يبقى معنى كده 1.5. يبقى في الحالة دي ال 2 واي سلاب هعمل لها لود ديستريبيوشن بالمنظر ده. كانتليفر، الكانتليفر هو ليه سبورت واحد، ما لهوش حل غير ان هو يروح في هذا الاتجاه. ادي اللود ديستريبيوشن، الاقي واحد عامل لي بلاطه وبلاطه تانيه، واحد سايب الكانتليفر، واحد عامل الاثنين تو واي، يعني حاجه كده مش فاهم بصراحه. طيب انا عايز احسب مين؟ انا عايز احسب بي 1، يبقى عايز احسب البلاطه دي، سوري الكاميرا دي. الكاميرا دي شايلة مين؟ شايلة الكنتريفر، وشايلة المثلث على الاسبان اللي هو الخمسة متر، وشايلة، مش شايلة حاجة من البلاطة في هذا الاتجاه، مش شايلة غير الكنتريفر عشان البلاطة اللي هنا وان واي. وبالتالي انا مش محتاج ان انا احسب حاجة غير الكنتريفر على الجزء ده. يبقى عندي في الجزء ده 5 متر والجزء ده 3 متر، يبقى عندي 5 متر وادي ال 3 متر. يبقى عايز احسب اللود W1 و W2، W1 بالنسبة لل 3 متر و W2 بالنسبة لل 5 متر. طيب اللود على البيم هم الثري ايتمز اللي احنا حافظينهم، الاون ويت بلس الوول لود بلس اللود فروم سلاب، هما دول التلات الثري ايتمز اللي عندي المفروض احسبهم. ال WS Ultimate اللي هو اللود اللي على البلاطة، بوينت اللي هو الاون ويت بتاعها 0.15 في 25 اللي هي الجاما كونكريت، زائد الديد لود اللي هو جيفن بالنسبة لك، الكلام ده كله في 1.2 عشان يبقى Ultimate. 1.6 اللايف لود، يبقى عندي ادي اللود اللي على البلاطه 13.3 كيلو نيوتن بير متر سكوير. طيب لو بتكلم على W1، هنا ما عنديش اي مثلث او ترابيزويد، وبالتالي انا ما عنديش غير اليونيفورم لود بتاع الكنتليفر، فالبندنج اللود فور بندنج واللود فور شير هو هو، ما عنديش الفا وبيتا، وبالتالي بالنسبه ل W1 هي قيمه واحده، شير وبندنج هي هي. الاون ويت هطبق في المعادله، الاون ويت 1.2 اضرب 1.2 عشان احول الالتيميت، يبقى عندي 0.3.7 اللي هو ابعاد الكاميرا في ان هي 30 في 70 في 25 جاما كونكريت، بلس الوول لود 4.5 في الكلير هايت 2.8 من 10 اللي هي اوريدي انكلودنج البلاستر، مش محتاج ازود عليها بلاستر، بلس اللود فروم سلاب. اللود فروم سلاب ما عنديش غير الواحد متر اللي هو بتاع الكانتليفر في اللود اللود انتنسيتي بتاع البلاطه اللي هو 13.3، يديني ادي قيمه الحمل اللي عندي. خلصت. ومين اللي قال ان البندنج مومنت في كل الحياه دبليو سكوير على 8؟ لما يكون عندي كاميرا كونتينوس يبقى دبليو سكوير على 8 ازاي؟
انا اولا انا ما طلبتش منك انك تحسب مومنت، انا بقول لك احسب لي اللود اللي انا هجيب منه المومنت، لود فور مومنت ولود فور شير. فحتى لو هتحسب مومنت مش هو عمره ما هيبقى دبليو سكوير على 8. الناس ما تحفظش في الحياه غير دبليو سكوير على 8، الكاميرا كونتينوس كانتليفر اي حاجه في الحياه دبليو سكوير على 8. ده عرفتوها من جبتوها منين دي؟ نجحتوا في الاستراكشر اناليسيز ازاي لو انتوا كل حاجه دبليو سكوير 8؟ النقطه الثانيه بقى الالفا والبيتا. الالفا والبيتا ال على 2 اكس، مش اللونج والشورت دايركشن بتاع البلاطه كلها. انا هنا بحول الحمل للإكويفالنت، يبقى ال L وال 2 اكس دي مرتبطة بالحمل نفسه مش بالبلاطة. يبقى لو عندي بلاطة كده بالمنظر، عندي حمل بالشكل ده، قلنا ال X عبارة عن إيه؟ عبارة عن إسقاط الخط المائل ال horizontal projection. فلما تكون الزاوية 45 درجة، بكون الزاوية 45 درجة، يبقى الاكس دي هي دي البروجكشن، ده هو ده الارتفاع، ده هو الارتفاع، ده اكس وده اكس. فبالصدفة في حالة البلاطات المستطيلة يبقى البعد ده انا عندي ده اكس وده اكس، يبقى ال على 2 اكس في حالة الترابيزويدال هو اللونج دايركشن على الشورت دايركشن، عشان هيتساوي ال على 2 اكس. ولكن انا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع الحمل مش مع البلاط. الحمل ده عايز احوله ليونيفورم لود، وبالتالي بجيب الار او نسبة او الفاكتور اللي بجيب منه الالفا والبيتا بناء على الحمل اللي هو عبارة ال على 2 اكس. يبقى الحمل لو عندي مثلث ال على 2 اكس من عندي 45، يبقى عندي دي ادي ال ال، يبقى في الحالة دي اكس والاكس، يبقى ال ال عندي بتساوي 2 اكس. يبقى المثلث طول عمره لو الزاوية عندي 45، ده في اغلب الاحيان لما يكون عندي بلاطة مستطيلة او مربعة او الزوايا بتاعتها 90 درجة بمعنى صح، يبقى على طول الار بتساوي 1. اي مثلث، اي مثلث عندي زاويته 45 درجه متساوي كده، يبقى الار بتاعتي بواحد، اللي هي اول خانه في الجدول المفروض تبقى حافظها، حتى مش محتاج انك تخش على الجدول. يبقى الالفا 0.67 والبيتا 0.5. يبقى ده ليس له علاقه بان الالفا ان اللونج على الشورت، لونج على الشورت ده بمحض الصدفة لما يكون القاعدة عندي ال على 2 اكس، مين ال ال؟ هو الاسبان، والاكس هو اسقاط الخط المائل. مين انا خط مائل؟ يبقى لو ترابيزويدال يبقى ال ال هتبقى اكبر من 2 اكس، فبالتالي هيطلع لك القيمة بتاعتي اكبر من او يساوي الواحد. هتبقى واحد امتى؟ لما يكون خلاص مفيش حتة في النص، مفيش الحتة دي، وبالتالي بالجزء ده وانا عبارة عن مثلث، يبقى الار على طول بواحد. يبقى الالفا 0.67 والبيتا 0.5. دي حاجة. الحاجة التانية، هل أنا محتاج إن أنا هل الكيس اللي عندي دي أقدر أطبق فيها ألفا وبيتا ولا ما أقدرش؟ هل هي منطبقة عليها أحد الشروط اللي تمنع استعمال الألفا والبيتا عشان أجيب الإكويفالنت لود؟ لا، ما ينطبقش عليها. ليه؟ عشان انا عندي في سبورت يا شباب في النص، انا بتعامل عندي هنا هو ادي السبان بتاعي اللي انا بتعامل معاه، ادي السبورت وادي السبورت. المثلث ده مش كله موجود من السبورت للسبورت؟ ادي اول شرط. الماكسيمم في النص؟ ادي الشرط التاني. سيمتريك الشرط التالت، هتستعمل الفا وبيتا. الناس بتتعامل، في نسبة منكم بتتعامل مع الكاميرا كلها على بعض،
وناسي ان في عمود في النص، وبالتالي بقى المثلث ما عندوش سبورت في النص، وبالتالي بقت المثلث ده مش مطبق عليه القواعد، وعمال يحسب لي ايكوفلنت لوب على اي اساس؟ على اي اساس؟ وبالتالي ال دبليو 1 دي مكملة موجودة عندي زيها زي يعني الجزء اللي هو الاون ويت والكنتليفر، مشترك ما بين الاسبان 3 متر و5 متر. اللي هيزيد عندي مين؟ هو جزء المثلث ده، وجزء المثلث ده هو اللي هيفصل لي بيندنج وشير. يبقى هاخد نفس الحمل ده اللي هو ال 34 اللي انا جبته من اول خطوة، ازود عليه اللود فور بيندنج ب 0.67 في 13.3 مين ال 13.3 اللي هي ال WS Ultimate في الهايت او قيمة الحمل عندي اللي هي 2.5. يبقى لما هستعمل الالفا جبت البندنج، لما هستعمل البيتا يبقى جبت الشير. يبقى دايما الاقي ان قيمة الشير اقل من قيمة البندنج. ادي اللود فور بندنج وادي اللود فور شير للدبليو 2. خلصت 3 سطور بالظبط او 4 سطور. يبقى خلصت. ناس عمالة تكتب وتحاول تعمل حواديت وقصص وتخاريف، أنا بسميها تخاريف مش حواديت، تخاريف. يعني مسألة ستريت فورد، وناس كتيرة جدا بقى، وده اللي مستغرب له بقى، إن حتى هو مش شايف. معرفش الناس محتاجة نظارات ولا إيه بالظبط، الناس مش شايفة. هو مطلوب منها إيه؟ ناس كتير شغالة لي على الكاميرا اللي في النص، أنا طلبت منك الكاميرا اللي في النص؟ لا اله الا الله. يعني كاتبها لك عملها لك على الرسم ادي بي 1، وكاتب لك تو سبان بيم بي 1 تو سبان، ولا كل الناس سايبه كل الكلام ده؟ مالكش دعوه، انا هعمل اللي في دماغي، انا ماليش دعوه باللي بيقوله الدكتور ده، انا ماليش دعوه، انا هشتغل على الفلوس. هي دي عجباني شكلها حلو. والله شغل جنان. احس ان انا بحط امتحان الناس بساطيل بصراحه. ايه اللي ايه التهريج ده؟ يعني بصراحة انا يعني ولا بلاش عشان ما حدش يسأل. طيب ايه السؤال التاني؟ السؤال التالت، يعني السؤالين دول لو حد مذاكر والله ماكسيمم ما ياخدوا نص ساعة. لو حد بيذاكر بجد، حد بيحل ايده بجد، مش واحد بيتفرج بيفكر نفسه هو بيقرا مجازين كده، عمال يتفرج على مسائل وعمال يعرف يقلب في المحاضرات كده بيتفرج عليها. لا، واحد بيحل بايده، واحد بيشتغل وبيطلع وبيجرب ويعمل هو مسائل لنفسه ويشتغل ويحل الهوم ورك بنفسه. بس مفيش يا جماعة، فأنا في المحاضرة قلت لكم يا جماعة أي حد عنده أسئلة مفيش. ده الترم كله ما سمعتش سؤال واحد منكم يا مسلمين. ليه؟ ما شاء الله على بقرة. مفيش ولا واحد بعت سؤال طول الترم. طيب هنشوف. هتبقى نتيجة مبهرة هذا الترم ما شاء الله. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث، السؤال الثالث ده طالب منك انك تحل البلاطه دي وتحط لي الارقام بتاعتها. مش معنى كده ان حضرتك هتبص في السقف وتحلم بحبه ارقام وتكتبها من غير ما تبين لي انت جايبها منين. يعني مين قال لك هذا الكلام؟ وانا عامل لك مسافات ليه وجايب لك الكلام ده ليه؟ حاجة عجيبة والله. يعني اللود على الريب مثلا مش عارف 15 كذا،
منين ان شاء الله؟ هو كده احساسي بيقول ان هي 15 كيلو نيوتن على المتر. دليل يعني قلبي الجوع من دليله. ايه التهريج ده؟ طيب ادي عندك بلاطه اللي عاملها وان واي هولو بلوك سلاب، والاف سي بكذا، والاف يلد بكذا، واللايف لود بكذا، والفلورنج بكذا، واعتبر ان الكاميرات الخارجيه كلها 30 في 70. ريكوايرد ايه؟ اول حاجه ذا سيوتبل ثيكنس اوف سلاب. انا عندي كل الكاميرات دي، عندي سوري السلاب دي، اول سلاب كونتينوس من ناحيه واحده، وبعد كده كونتينوس من ناحيتين، كونتينوس من ناحيه واحده، يبقى اكبر واحده فيهم اللي هي كونتينوس فروم وان اند. يبقى هاخد السبان اقسمه على ال 18 ونص من التيبل، يديني عندي 300 مش عارف كام، 35، 33 ونص. طبعا هاخدها 35، مش هعمل بلاطه سمكها 33 ونص سنتي، هعملها ازاي؟ الويدث اوف ريب هاخدها 10 سنتي. النمبر اوف كروس ريب يبقى بناء على قيمة اللايف لود والسبان، تمام، وعندك الحالات اللي اتفقنا عليها، يبقى عندي 1 كروس ريب. ثلاث كلمات بثلاث درجات ما يسويش بصل. ليه الناس تكتبهم غلط؟ الارينجمنت، يعني انا مش فاهم ايه المشكله في الارينجمنت. انت دلوقتي عندك مسافه 6 متر 20، 6 متر 20 دي من السنتر ده للسنتر ده. طيب لما اجي اقول كده من وش الكاميرا، يبقى شلت 15 سنتي، اقول 6.05، يبقى 6.05 من هنا لهنا. ال 6.05 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال C1 اللي انا عايز احسبه، وبعد كده عندي بلوكات اللي هي كل واحد فيهم 20 سنتي، وفي واحد في النص او في كروس ريب في النص 10 سنتي، وبعد كده بلوكات، وبعد كده C2. المفروض لما اجمع الكلام ده على بعض يديني 6 متر 20، او لو هاخد من وش الكاميرا يبقى 6.05 بس. يبقى كل المطلوب منك انك تجرب بس ال N دي تبقى كام علشان تظبط الكلام ده، وجرب C1 وC2 بهذا الشكل. يبقى 6.05 عبارة عن C1 بلس C2 بلس ال N اللي هو number of blocks بلس ال 0.1 اللي هم عرض الكروس ريب. لازم المعادلة دي تقفل لما اجمع القصة دي على بعض يديني 6.05. يبقى لازم لما اختار قيم يديني الكلام ده يظبط معايا. محتاجة تجرب شوية. C1 بلس C2 ب 600 ب 900 ب 400 بمتر، وابدأ اشوف هل الكلام ده هيقبل القسمة على 0.2 ولا لا. لازم في الاخر لما اجمع كل الكلام ده واشيل واروح الناحية التانية، يبقى عندي N 0.2 اللي هو عرض البلوك في N1. هبدأ أشوف N1 ده كام؟ 23، 24، 25، وأبدأ ألعب فيها شوية كده. 1 2 ترايل هتلاقي الموضوع ظبط معاك، خلصنا. ونفس الكلام بالنسبة للتانية. الإسبان اللي في النص من فروم هنا لهنا 6 متر 20، الموضوع مش قوانين، مش حفظ. أنت عندك بلوكات عايز ترصها في مساحة معينة أو في طول معين، واحسبها. ال6 متر 20 دي عبارة برضو عن ايه؟ عندي سوليد بارت من هنا وسوليد بارت من هنا، يبقى 2 C3 هاخدهم قد بعض. وبعد كده عندي كروس ريب كمان، انا لقيت نفسي انا محتاجه، يبقى عندي 0.1 كمان. وبعد كده عندي نمبر اوف بلوكس مضروبة في 20 سنتي، ادي 2 C3، وادي ال 0.1، وادي نمبر اوف بلوكس في ال 0.2 بس. طيب
يبقى نفس الكلام بقى عندي. انا اخترت هنا ادي سي 3 لما جبتها ب 650 طلعت ظبطت. واحد هعملها 550 مش غلط، ما دام هيبقى 550 يبقى فيها 10 يمين و10 شمال، يبقى هو زود بلوك شويه بدل ما 24 يبقوا 25 صح. ولكن لازم في الاخر لما اجمع التجميعه دي عادل بلوكات مع الكروس ريب مع السوليد بارت يمين والسوليد بارت شمال يديني 6 متر 20. ولا واحد فيكم تقريبا عاملها صح، ولا واحد. وحطيت عليها درجات، والله انا بقيت احط الجزء ده كده درجات وخلاص. يعني كلكم اساس الدرجات انتوا واخدينها السيئه دي 90% منها انتوا مش مستحقينها اساسا. خبر اسود. يكون ده هتاخد كورس خرسانه واحد وتطلع منه بهذا المستوى، امال هتكمل بقيه السنه يعني هتتخرج ازاي بالمنظر ده؟ ما انت مش طبق، مش عارف تطبق في حاجات سيمبل بالشكل ده. الاتجاه التاني نفس الكلام، انت عندك كام؟ 7 متر ونص. 7 متر ونص دي عبارة عن ايه؟ من السنتر للسنتر، يبقى عندك في كاميرا 15 سنتي من هنا و15 سنتي من هنا، ادي الكاميرا السوليد. وعندك السوليد بارت اللي هو سميناه سي 4 ده، وعندي سي 4 من هنا وسي 4 من هنا. طيب البلوكات هنا بعرضها ال 40، في عندي 40 ورب 40 ورب 40 ورب. بس هبدأ أجرب الكلام ده أشوف إيه عادل البلوكات اللي يكفيني، وبناء عليها أحدد لازم المعادلة دي تقفل على 7.5. هل حد فيكو جرب إن هو يعمل أرينجمنت لأي أريا عنده ولو مرة واحدة وهو بيذاكر لأن هو يخش امتحان؟ اتحدى يكون حد عمل ولو نفذها مره واحده. مستحيل. امال انت ذاكرت البارت ده ازاي؟ ما طول ما انت ما بتطبقش بايدك مستحيل هتحل خرسانه، مش هتحل اي ماده في الدنيا بصراحه. طول ما انت ما بتحلش بايدك ما بتجربش انك تعمل كده. طيب لو انا عندي بلاطه 8 متر هعملها ازاي؟ طب لو 6 متر 40 طب هتطلع ازاي؟ طب لو جربت ان عندي اسبان مش عارف 5 متر وربع لازم اقعد اجرب واشوف ومرة نفسي ازاي اعمل ارينجمنت للبلوكس. هي كده، هي دي مذاكره، مش مذاكره قاعدين بنقرا مجله الاهرام. ما ينفعش. طيب وبناء عليه يبقى انت عندك البلاطة سمكها 35 سنتي، يبقى البلوك سمك البلوك اللي انت عايز محتاجه انت عندك التوتال 35. يبقى انت لو استعملت 30 سنتي كويس و5 سنتي كفر او التوبينج سلاب يبقى 30 سنتي و5 سنتي توبنج سلاب، وبالتالي هتخش تدخل على التيبل اللي عندك، تدخل على التيبل اللي عندك وتشوف كان وزن البلوك الخرساني دون بكام من الجداول اللي احنا جبناها بتاعت المصانع دي. ايه دي خلاص، الاقي واحد كاتب لي فوق هنا 35 وكاتب لي هنا 40 وكاتب لي هنا 20، ايه علاقة الكلام ده ببعضه؟ ما تفهمش هو يعني كاتب ايه. وكله زي بعضه، كله كوبي كوبي كوبي، ولا حد بيفهم، كله بينقل وكله غش، وكله بيغش يعني بدون ما هو فاهم وبيغش ايه، ولقيته بيغش حاجة صح. سمك البلاطة 30 وبالتالي يبقى سمك البلوك 40 وسمك التوبنج سلاب 20. لا صلاة النبي. طيب ايه تاني؟ الالتيميت لود اون ذا ريب،
بتتحسب، مش بتيجي في الأحلام والله، بتتحسب. يبقى انا عندي ادي البلوك اهو، ادي الريب اهو بتاعي اهو، فروم سنتر تو سنتر. يبقى عندي فيه نص بلوك يمين ونص بلوك شمال، يبقى المسافة دي كلها كام؟ دي كلها 50 سنتي، والسمك ده كله كام؟ 35، 30 السقوط و5 سنتي. يبقى عندي هجمع الأحمال اللي عندي، أول حاجة الأون ويت 0.5 اللي هو 50 سنتي في ال 0.05 اللي هو سمك البلاطة، زائد وزن الريب أو مساحة الريب 0.3 في 0.1. الكلام ده كله مضروب في إيه؟ في 1 متر طول، كأن في عندي 1 متر، أنا بجيب الحمل لكل متر طولي. يبقى أدي مساحة الخرسانة في الجاما كونكريت، يبقى أنا جبت الكروس سيكشن أريا في 1 متر لينث، يبقى وزن المتر الطولي من الريب إيكوال كذا، زائد الديد لود اللي موجود في الحتة دي. انا عندي 2 متر لكل متر مربع، انا عندي نص متر بس، فعشان كده اضربه في نص، زائد وزن البلوكس. انا عندي كام بلوك في المتر؟ انا عندي عرض البلوك 20 سنتي، وانا عندي 1 متر طولي، يبقى عندي 5 بلوكات، تمام، نص بلوك يمين ونص بلوك شمال، يبقى كل 20 سنتي في بلوك واحد، يبقى عندي 5 بلوكس. وزن البلوك 32، يبقى انا 5 في 32، عايز احوله من نيوتن هقسم على الجي او الجراوند اكسلريشن، زائد 1.6 اللايف لود اللي هي 3، ولكن 3 دي لكل متر مربع، يبقى هضرب في نص علشان يديني لكل نص متر اللي هو السيرفد اريا بتاعه الريب، يديني 7.2. يبقى معنى كده الريب بتاعي اللي انا هاخده هنا ريب كونتينوس بالشكل ده، في سبورت هنا وفي سبورت هنا وفي سبورت هنا وفي سبورت هنا، وعليه يونيفورم لود عبارة عن القيمة اللي انا جبتها اللي هي 7.2 كيلو نيوتن لكل متر طولي. هو ده ايكوال سبان ايكوال لود، اقدر اطبق عليه السمبليفايد ميثود. يبقى قيمة البندنج مومنت ده بسكوير على 11 البوزيتيف والنيجاتيف، وهكذا كل القيم بتاعت الـ ACI كود. يبقى الـ W عندي 7.2، الـ L 6.2، والـ K في الحالة دي هي الفاكتورز دي، يبقى البوزيتيف بندنج مومنت ب 25 أو 25.16، والنيجاتيف بندنج مومنت 27، مش 300 800 مش عارف وكام دي، ولا يعني اللي هو الرقم الموحد بينكم كلكم ما شاء الله 386 على ما اتذكر، جبتوها منين دي؟ مش فاهم يعني، حتى انت المفروض تعمل تشيك على نفسك لو عندك حمل بقيمته 7، لو اعتبرته سيمبل يعني دبل سكور على 8، يعني 7.2 في 6.2 تربيع على 8، بتتكلم في حاجة و20 حاجة و30، مش 300 حاجة و80. يعني منظركم يكسف والله العظيم، ما يكون الكتابة بتتكتب المواضيع بتتعمل بهذا الشكل، والغش فج بهذا الشكل وبالغباء ده، ده شيء سيء جدا، شيء سيء جدا، وقلتها لكم قبل كده الواحد يستغل هذه يعني الحالة اللي احنا فيها والظروف والبلاء والابتلاء اللي ابتلانا الله به، ابتلى الأرض كلها، ونستغله بهذا الشكل استغلال سيء، ان هو يبقى وسيلة للغش، وسيلة ان انا عايز انجح بالأونطة وانجح من غير ما اذاكر، وهل انا استغل البلاء في ان انا استغل في حاجة حرام؟ دي مصيبة، دي أكبر من كده، مصيبة هي أكبر من كده.
طيب اللود الاتش بي، عايز احسب الحمل اللي موجود على الكاميرا اللي على الحرف دي بي 1. فمعنى كده ان عايز اخد 1 متر واقول الحمل اللي جاي للكاميرا دي قد ايه. انا عندي one way ribs، فمعنى كده ان نص البلاطة دي رايح هنا ونص البلاطة دي رايح هنا. فانا عايز احسب النص بتاعي ده قيمته قد ايه. انا عرفت اللود بتاع الريب الواحد اللي هو ده، والريب ده بيمثل كام؟ بيمثل 50 سنتي. انا عايز متر، يعني معنى كده هاخد الرقم ده واضربه في 2، يبقى ده الحمل لكل متر عرضي، لكل متر كده، كل متر انا عندي 50 سنتي في 7، يبقى المتر فيه كام؟ 7 في 2، تمام؟ يبقى ادي الحمل لكل رب اضربه في 2 عشان يبقى عندي لكل متر. انا واخد قد ايه بقى النص ده؟ انا عندي دي كلها 6 متر 20. انا عايز بس 3.1 نصها رايح للكاميرا دي والنص التاني رايح للكاميرا اللي هناك اللي هي الهيدن. فانا عايز 3.1 فقط بلس الاون ويت بتاع الكاميرا، ما نسوش 0.3 0.7 في 25 في 1.2 عشان احول الالتيميت، يبقى عندي 15.2. بس ادي الامتحان. احنا خلصناه في الشرح في اقل من ساعة، يعني في الحل ياخد ساعتين وشوية، بس ادي الاختبار بتاعنا ان شاء الله. هل هذا الاختبار يعتبر صعب؟ هل هذا الاختبار يعتبر في حاجة انت ما شفتهاش قبل كده؟ في فكرة جديدة؟ ما لو كنت اشتغلت بقى على الكونسبتس، مثلا جبت لك بلاطة ترابيزويدال مثلا، او قلت لك حل بلاطة مدورة وشفتك كده بتفكر ازاي ولا هتحل ازاي. وده المفروض، يعني المفروض امتحان خرسانة ديزاين، انا بديك اساسيات على اساسها انت بتبني مخك بعد كده تفكر ازاي. فامتحان ستريت فورورد واوبن بوك، ويبقى التعامل معاه والنتيجة بتاعته بالشكل ده، يعني نو كومنت. اوكي يا شباب، اكتفي بهذا القدر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.